السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزكى الصلاة وأتم التسليم. اليوم هو اليوم الرابع في هذه الدورة العلمية المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا جميعا وأن يجعلها في صحائف الحسنات يا رب العالمين، نحن الذين ندرس وكذلك الذين رعوا وكذلك الذين باشروا وكل من له علاقة بهذه الدورة. يوم أمس طلبنا منكم يوم أمس الرجوع إلى بعض ما يتعلق بموضوع التسامح، فهل تيسر لكم العود إلى ما يتعلق بذلك في مسألة وزارة التسامح أو في الصحيفة النبوية أو في الوثيقة العمرية؟ هل تيسر لكم ذلك؟ أحد رجع في رجعتم أو لم ترجعوا إلى ذلك؟ تمام، ارجعوا إليه مرة أخرى، ولا بد أن تفهموا أيها الكرام أن مذاكرة العلم تسبيح كما ذكر ذلك العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك يحتاج الطالب دائما إلى أن يراجع، وهذه الدورة ما هي إلا مفتاح لما بعدها من علوم وما بعدها من معارف، فهذه الدورة تفتح لكم الباب وتفتح لكم المدخل، فينبغي إذا كلفتم بشيء أن تعودوا إليه لما في ذلك من فائدة ولما في ذلك من أهمية كبرى. فاليوم ارجعوا إلى ذلك مرة أخرى، انظروا في مسألة التسامح الرسمي في وزارة التسامح وأهدافها إلى آخره، وانظروا كذلك إلى الصحيفة التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحيفة النبوية المباركة، وفي الوثيقة العمرية التي وضعها سيدنا عمر وأبرمها مع أهل إيليا. قبل أن ندخل في أي سؤال تريد أن تسألوا عنه فيما مضى، في الدرس الأول وضعنا أركانا للتسامح، وقلنا أن في دولة الإمارات بحثوا في موضوع التسامح من خلال دستور الإمارات ومن خلال قانون مكافحة التمييز والكراهية ومن خلال إنشاء وزارة للتسامح، ورجع بعض زملائك إلى الدستور الإماراتي واختاروا المواد التي تدل على التسامح، ثم طلبنا منهم الرجوع إلى قانون مكافحة التمييز والكراهية وكذلك فعلوا، وقلنا أن الأساس الثالث هو موضوع وزارة للتسامح، وطلبنا منكم جميعاً الرجوع إلى وزارة التسامح حتى تعرفوا أهدافها وتعرفوا وسائلها إلى آخره، وهذا كان يعني واجب تنشيطي للأذهان. وهذا قلت أنا في أول الكلام أن وجود مجموعة من الطلبة من خارج الإمارات في الإمارات لدراسة هذه الدورة العلمية أو دراسة التسامح فرصة لأجل الاطلاع عما يدار في الإمارات، يستحق الغريب عندما يأتي من بلد بعيدة أن يفهم ماذا يدار في تلك البلد عن التسامح مثلا. والمسألة كما أعيد وأكرر، المسألة ليست هي نصوص، النصوص والآيات والأحاديث الشريفة والآيات المباركة موجودة، ويمكن لأي طالب فيكم أن يعود إلى النصوص التي تدل على التسامح وأن يعود إلى الأحاديث التي تدل على التسامح، ولكن ما هو المطلوب؟ المطلوب الآن أن تختلط أفكاركم ببعضكم البعض، وأن تختلط أفكار الدارسين مع أفكار المدرسين، وأن تختلط ثقافة كل واحد فيكم مع ثقافة هذه البلد، هذه هي الفائدة. أما موضوع النصوص والآيات والأحاديث يمكن للإنسان أن يقرأها وهو في بيته، يمكن للإنسان أن يقرأها وهو في بلده،
لكن قدومكم إلى هذه البلد فرصة لأجل أن تختلط الثقافة السنغالية مثلاً مع الثقافة الهندية والثقافة الكازاخستانية والثقافة الإماراتية والثقافة السعودية، هذه ناحية. ثم فرصة لأجل الاطلاع على هذه الدورة، كان يمكن أن تقام مثلاً هذه الدورة في الهند، ويمكن أن تقام هذه الدورة في دكار، ويمكن أن تقام هذه الدورة في كل مكان، لكن إقامتها هنا في بلد مختلف الفائدة منه أن يعرف الإنسان هذا التنوع وهذا التعدد. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الأول أو الثاني أو الثالث عدد الجنسيات التي تعيش في هذه البلد، والقانون الذي وضع من أجل حفظ التسامح والتعايش في هذه البلد. أمس كان الكلام يدور حول، ليس حول التسامح وإنما مظاهر التسامح، هذا الكلام الذي كان أمس، ووقفنا على النقطة الرابعة. وأرجوكم إذا كلفتكم بواجب أن تلتزموا به، لا أريد أن أتي يوم غد وتقولوا ما سوينا الواجب. إذا ما سويت الواجب معناه في إشكالية كبرى، لا يستحق طالب العلم أن يجلس إلا وهو قائم بواجبه. اليوم الرابع كما ذكرت نريد أن نتكلم عن موضوع تسامح الإسلام مع الدول غير المسلمة. تسامح الإسلام مع الدول غير المسلمة، تكلمنا عن تسامح الإسلام بمعنى التعايش، وتكلمنا عن تسامح الإسلام بمعنى المواطنة، والآن نتكلم عن تسامح الإسلام مع الدول غير المسلمة. كيف تسامح الإسلام مع الدول غير المسلمة؟ مثل ما تسامح المسلمين أو تسامح الإسلام مع الرعايا غير المسلمين، أيضا تسامح الإسلام مع الدول غير المسلمة. وذكرت لكم جملة من الصور، وهنا واجب وأعيد وأكرر مرة أخرى أن هذا الواجب سيحسب مع الواجب الثاني، لابد أن تعودوا إلى هذه الأولى. اقرأ يا محمد أو الذي بعدك، تفضل اقرأ يا عم حسن، اقرأ المعاهدات والمواثيق. عندك الكتاب في الصفحة اللي هي الجزء الرابع. تسامح الإسلام مع الدول غير المسلمة وشعوبها، مثل ما تسامح الإسلام مع رعاياه من، نعم، من غير المسلمين على اختلاف أديانهم، فإنه كذلك تسامح مع الدول غير المسلمة ومع شعوبها، وسعى لإقامة الأمن ونشر السلم. نعم. وينشد ذلك في التالي. هذا أريد التركيز عليه، الصور التي تدل على تسامح الإسلام مع الدول غير المسلمة. ما هي الصور التي تدل على تسامح الإسلام مع الدول غير المسلمة؟ عندنا مجموعة من الصور عددتها لكم في هذا الكتاب. نعم. واحد، المعاهدات والمواثيق التي تبسط الأمن وتطفئ الاعتناء والعدوان. ثمانية صور. نعم. هناك صور ثمانية. الصورة الأولى هي صور المعاهدات، وهناك جملة من المعاهدات التي وضعها صلى الله عليه وآله وسلم ووقعها مع غيره. المعاهدة الأولى معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع ملك دومة الجندل، ثم معاهدة ثانية مع ابن العلماء يوحنا، ثم معاهدة ثالثة وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مقنة من اليهود. هذه المعاهدات غير مذكور تفصيلاتها في هذا الكتيب الذي بين أيديكم، وينبغي على كل واحد منا أن يعود ويفهم ما هي هذه المعاهدات، ما هي بنود هذه المعاهدات التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع السابقين. فهناك معاهدة مع ملك دومة الجندل، وهذه معاهدة مشهورة وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كانت هذه المعاهدة؟ ولا أريد أن أفصل فيها كثيراً، لأن هذا يجب عليكم أن تعودوا إليه حتى تستمتعوا بالعلم، متعة العلم. لكن هذا كان ملكاً نصرانياً وتم أسره،
وأسر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل بعد الغزوة وبعد الأسر وبعد أن كان ملكا كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع معه صلى الله عليه وسلم معاهدة سلمية. كان يفترض في ذهن الإنسان العادي أنه بعد وجود حرب وبعد أن تم أسر وبعد أن كان عظيما وأصبح ذليلا، ألا تكون هناك معه معاهدة سلمية وقد انتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحياء للتسامح، إحياء للتعايش، حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبت إلا أن يوقع معه معاهدة سلم ومعاهدة صلح وانتهى الأمر. تفصيلات ذلك ارجعوا إليه. ثم المعاهدة الثانية مع الملك، مع يوحنا، وكان نصرانيا، ابن العلماء يوحنا وكان نصرانيا، وهذه أيضا معاهدة مشهورة وقعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في منطقة قريبة من العقبة في جهة الأردن. ثم المعاهدة الأخيرة كانت معاهدة مع اليهود، مع أهل مقنا، وهي مدينة صغيرة على خليج العقبة، الآن تسمى إذا سمعت في الأخبار اسمها عين موسى، يسمونها عين موسى. وهنا كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع معاهدة صلح مشهورة، مع أنه كان المنتصر، ومع أنه كان الأقوى، ومع أنه صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى تلك البلد، ولكن أبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن كل إنسان في مكانه. وفي هذه المعاهدة الأخيرة بعث لهم صلى الله عليه وسلم معاهدة مكاتبة، وقال: من محمد رسول الله إلى أهل مقنى فإنكم آمنون، ثم قال: لكم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعطاهم ذمة ربه وأعطاهم ذمته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن رسول الله غافر لكم سيئاتكم وما تقدم من ذنوبكم. كلم كل شيء، عفى الله عما سلف، الآن نريد أن نبدأ صفحة جديدة. فهذه الطريقة منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تعليم وتأكيد على كيفية التعامل مع الدول غير المسلمة إذا وصل الإنسان إليها، لا سيما إذا وصل إليها منتصرا. فهذه جملة أرجو منكم الرجوع إليه. شوف عندكم مجموعة من الواجبات، حتى ممكن مع كثرتها يمكن أن تفعلوا مجموعات، يعني مجموعة تفعل هذا ومجموعة تفعل هذا ومجموعة تفعل هذا، يعني يمكن لا يقوم كل فرد، ممكن أن تكون يعني ثلاثة أنفار يشتركوا في هذه وثلاثة يشتركوا في هذه، حتى تتوازع المهام ولا تكون كثيرة عليكم. نعم، الثانية، أحد يقرأ الجزء الثاني رقم 2؟ أحد يقرأ رقم 2؟ تفضل اقرأ. فتح قنوات الاتصال والتعاون مع الدول كلها من خلال التركيز على القيم المشتركة، وذلك بواسطة الرسائل. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل تواصل وقيم إلى قادة جميع الدول القائمة في عصره، مثل هرقل الروم وكسرى فارس، هرقل الروم وكسرى فارس ونجاشي الحبشة ومقوقس مصر وملوك العرب وأمرائهم. نعم أحسنت. ما المقصود من هذا الجزء؟ المقصود من هذا الجزء صورة ثانية من صور التعامل مع الدول غير المسلمة، وهي صورة الرسائل التي كان يبعثها صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك في شتى بلدان العالم، وكلها كانت تدعو إلى آية كريمة شريفة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي قوله: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نريد أن نتفق. ما يجمع الناس أكثر مما يفرقهم، هذا ما يجمع العالم، ممكن أن تجمعه أشياء كثيرة جدا، منها القيم، منها الأخلاق، منها المحاسن، فيمكن أن نجتمع إلى ذلك. فكانت الرسائل منه صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدعو كما يقولون في هذه الأيام إلى حلف عالمي للسلم، إلى حلف مشترك يحيي السلم بين البشر جميعا. هذه صورة من صور قنوات التواصل مع الدول غير المسلمة، الرسائل، ثم بعد ذلك الصورة الثانية في هذا الباب، وهي استقبال الوفود. فكان صلى الله عليه وسلم يفتح لهم المدينة ويستقبل الوفود غير المسلمة
كانت تأتي إليه صلى الله عليه وآله وسلم ويجلس معهم سفراء القوم، يجلس معهم يجلس معه كبار القوم وعلى غير دينه، وكان يسمح لهم صلى الله عليه وآله وسلم بالحوار ويسمح لهم بالنقاش، بل يسمح لهم ما تقدم معنا في الدروس الماضية من إيش؟ من إقامة شعائرهم حتى في مسجده. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع من؟ فعله مع من؟ مع من تحديدا؟ مع وفد نصارى نجران كما ذكرنا، فعله مع وفد نصارى نجران صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة الثانية. ثم الصورة الثالثة، أحد يقرأ الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة. ثالثا، تفضل تفضل تفضل. تبادل الهدايا. تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا من أهل الأديان والحكام في عصره فقبلها، وقابلها بهدايا مثلها وأفضل، منها الخيول والمراكب والألبسة والأموال، وهذا إيناس وتلطف لمن يخالفونهم في الدين، وهو تشريع عمل به المسلمون. عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. نعم، جزاكم الله خير. هذه مسألة مهمة جدا، أرجو أن تفرقوا دائما بين المودة الدنيوية والمودة الدينية، هذه ضعوها دائما في أذهانكم. هناك مودة دينية وهناك مودة دنيوية. مع غير المسلم المشروع المودة الدنيوية، أما المودة الدينية فهو أمر مرفوض. بمعنى الكافر مثلا أو المشرك أو غير المسلم إذا أحسن إليك لا بد أن تقابل إحسانه بإحسان، إذا علمك لا بد أن تشكره، إذا مرض لا بد أن تعوده، إذا قدم إليك هدية لا بد أن تقبلها. لماذا؟ لأن الأمر هنا مبني على المودة الدنيوية. لا تقبل منه هذا الإحسان لأنه كافر، إنما اقبل منه هذا الإحسان لأنه إنسان. إذا أردت أن تحترمه فاحترمه لأنه أسدى إليك معروفا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم لنا دينا؟ لم يحدد لنا دين، لكن لا تحترمه لأجل أنه كافر أو لأجل أنه غير مسلم، لا، إنما تحترمه لأجل أنه إنسان، تحترمه لأجل أنه أسدى إليك معروف، تحترمه لأنه قدم إليك مخترعات، تحترمه لأنه أعطاك الأشياء الحديثة، تحترمه لأنه صنع لك هذا الجوال، تحترمه لأنه صنع لك هذه الكاميرا، تحترمه لأنه بنى لك هذا المكان، تحترمه لأجل هذه المسائل، فهذا معروف، ولكن لا تحترمه لأجل هذا الدين. فهناك فرق دقيق بين المودة الدنيوية والمودة الدينية. هنا صلى الله عليه وسلم لم يرد الهدايا التي كانت ترد إليه من غير المسلمين، فكما استمعتم أهدى إليه كسرى فقبل، أهدى إليه قيصر فقبل، أهدى إليه المقوقس فقبل، أهدى إليه الملوك من شتى الأديان، فما رفض صلى الله عليه وسلم هدية قط، بل كان يكافئ بأحسن منها، بل كان يكافئ بأحسن منها، وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة الثالثة، الصورة الثالثة في التعامل مع الدول غير المسلمة. الصورة الرابعة، أحد يقرأ الصورة الرابعة؟ الوفاء بالوحود والمواثيق وعدم الغدر والخيانة. قال القرآن الكريم: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تهدي حياة المسلمين حكاما ومحكومين. وفي هذا قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
أي أعلن انتهاء مدة الصلح وأعلمهم بذلك. وأعلمهم بذلك. وأعلمهم بذلك. إذن هذا موضوع العهود والمواثيق لا يليق بمسلم، لا يليق بمسلم أن لا يلتزم بعهد أبرمه مع غيره من مسلم ومن غير مسلم. فما دامت أن هناك عهود ومواثيق دولية محلية خارجية فلا بد للإنسان أن يلتزم بها. وهذا لا يدخل كما ذكرت، لا يدخل في موضوع المودة ولا يدخل في موضوع المحبة، ولا يدخل، هذا يدخل في موضوع الالتزام. هذه صورة لا بد للإنسان أن يلتزم بها. وأرجو دائما ضعوا في ذهنكم الآية المباركة الشريفة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن. إذن الموضوع الأساسي ما هو؟ البر. الموضوع الأساسي البر. البر مطالب به الإنسان. طالما أن هناك إنسان غير محارب، طالما أن هناك إنسان لم يهجر، فعدا ذلك لا بد لك أن تكون بارا به. الشرط الذي بيّنه المولى سبحانه وتعالى ألا يكون ذلك الإنسان محاربا، ألا يكون ذلك الإنسان مهجرا، يعني قام بتهجير المسلم من مكان إلى مكان. ما عدا ذلك فالمطالب مطالب الإنسان بالبر مع غيره حتى ولو كانوا من غير دينه. وعندنا الآيات التي تقدمت معنا واضحة كلها صريحة في هذا الباب: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وخالق الناس بخلق حسن. ما قال خالق المسلم ولا قال خالق غير المسلم. المسلم له مرتبة، له أفضلية، له ترتيب، لكن ليس معناه كما ذكرت لكم أن تعادي غيرك. دائما ضعوا في ذهنكم أن هناك مودة دينية وهناك مودة دنيوية. المودة الدنيوية مطلوبة ولا مانع منها أبدا. نعم. الصورة السادسة: تبادل التهاني والتعازي، وكلها تدور في نفس. تفضل. الخامسة. نعم تفضل. تقرأ؟ يريد أن يقرأ. نرجع لك يا محمد، أنت قريت أول مرة. عط الشيخ. نعم. فتح المجال التجاري بين المسلمين والمخالفين من الذين المخالفين ومخالفيهم في الدين، المخالفين بالدين شعوبا ودولا. نعم. ومعاملتهم بالمثل في الضرائب والقوانين. هذا أمر واضح في الشريعة الإسلامية. إذا تيسر للإنسان أن يرجع إلى التاريخ الإسلامي سيجد ما يدل على هذا الأمر بوضوح، أن المجال التجاري كان مفتوحا بين المسلمين وغير المسلمين، وكان التعامل بالمثل. لا توجد هناك تفرقة أن غير المسلم له ضرائب أكثر من ضرائب غير ضرائب المسلمين. كل الأمر كان على التساوي، وهذا فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما أسس هذه الأسس الدواوين ورتب الأمور. فإنه كان نعم عندنا. تفضل كمل. سأل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه التجار المسلمين: كيف يأخذون منكم إذ أتيتم بلادهم؟ قالوا: العش. قال: فكذلك خذوا منهم، فعلى مثل نهجهم أخذ مثلها من تجار الأديان. هذا فعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. سأل التجار المسلمين الذين يسافرون للخارج لأجل التجارة، قال لهم: كم يأخذ منكم في الدول غير المسلمة؟ قالوا: العشر. قال: خذوا منهم العشر، يعني تعاملوا معهم بنفس المثل. بل كان في بعض الأوقات سيدنا عمر يعفي التجار غير المسلمين في البلدان الإسلامية من الضرائب. عندما يكون هناك نوع من الكساد ويريد أن ينشط التجارة، فكان يعفيهم وهم على غير دين الإسلام من الضرائب رضي الله تعالى عنه. هذا كله بيان واضح في مسألة التعامل مع الدول غير المسلمة. رقم 6. تفضل. لأنه عندنا 6 و7 و8، 8 صور نريد أن نتمها اليوم إن شاء الله. تبادل التهاني والتعازي. تطورت الأمور بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول إلى تبادل التهاني والتعازي والمناسبة كتسلم الحكم وغيره، كما أمر بذلك الدين الإسلامي. وهذا الأمر
استفضنا فيه في الدروس الماضية، ولكن لا بأس أن نعيده مرة ثانية، لأنه في الدروس الماضية كان التهاني مع غير المسلمين، أما هنا التهاني مع الدول غير المسلمة. وهناك فرق بسيط، أنه هنا تبعث سفيراً أو تبعث مسؤولاً لكي يقوم بالتعزية في زعيم من زعمائهم أو في رئيس من رؤسائهم إلى آخر. هناك فرق، ترى فرق بين التعزية وشهود الجنازة، بين التعزية وتشييع الجنازة، هذا باب مختلف. لكن من حيث الجمع التهاني مطلوبة، التعازي مطلوبة، وكما ذكرت في الدروس الماضية كانت التعزية لغير المسلم، وهنا التعزية للدولة في عظيم من عظمائها أو في رئيس من رؤسائها أو في كبير من كبرائهم. وهذا أيضا يدخل في الآية، لا ينهاكم الله إلى آخره. قلنا لكم أن الشرط الأول والشرط الثاني إذا غير موجود إذن البر مطلوب، والأمر واضح منه صلى الله عليه وآله وسلم. دائما افهموا هذا الموضوع، إنه محبة الكافر لأجل كفره لا، محبة الكافر لأجل صنيعه مطلوب. الآن كلنا مثلا تذهب إلى مستشفى ويطببك طبيب غير مسلم، أو تتعلم في مكان يعلمك أستاذ غير مسلم، أو تذهب إلى شركة ويقابلك إنسان غير مسلم، هذا لا بد لك أن تحترمه، لا بد لك أن تقدره، لا بد لك أن تقول له شكرا. وهذا لا يدخل في موضوع المودة، إنما الشكر هذا لأجل الإحسان، الكلام الطيب لأجل الصنيع الطيب، وهذا لا يدخل في باب المودة الدينية. ولذلك عندنا مثلا بعض الناس يخطئ في استعمال العبارة، يقول لك مثلا مواعيد الكفار مضبوطة، ويصيب الآخرين بنوع من التلوث فيقول أن الكفار أفضل من المسلمين في هذا الباب. نقول له لا، استعمال العبارة كلها من أولها إلى آخرها لا يستقيم. الموضوع ليس موضوع كفر أو موضوع إسلام، ليس موضوع كفر أو موضوع إسلام. ولذلك كما ذكرت ركزوا في هذا، أن المودة تنقسم إلى قسمين، دينية ودنيوية. الدنيوية مطلوبة وأمر بها صلى الله عليه وآله وسلم. في مسألة التهاني تحديدا، في مسألة التهاني تحديدا، العلماء لهم فيها أقوال متعددة. من العلماء، وهذا ذكره الإمام المرداوي في الإنصاف، من العلماء من قال بالمنع، من العلماء من قال بالكراهة، من العلماء من قال بالجواز. الآن في هذا الوقت وفي هذا العصر الذي نعيشه لابد أن تميل إلى رأي الجواز. أنا لا أرجح، لكن أقول لك الواقع هذا يفرض عليك هذا. أنت في تعاملاتك يميناً ويساراً تجد غير مسلم من هنا ومن هناك، فلا بد لك أن تتعامل معه بإنسانية، ولا بد لك أن تتعامل معه بتسامح وبتعايش فرضه عليك القرآن وفرضه عليك نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، السابع تفضل. التبادل العلمي والمعرفي، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما علم الأسارى كل واحد منهم عشرة، عندما علم الأسارى كل واحد منهم عشرة من أطفال المسلمين. الله، في غزوة بدر هذه. أيوة. ثم فتح المسلمون معاهدتهم، كل من أراد أن يفدي نفسه من غير المسلمين وكان عالما متعلما ويعرف، قال له علم عشرة من أولاد المسلمين وخذ، اطلق سراحك بنفسك. وهذا نوع من أنواع إحياء العلم والاستفادة من غير المسلمين حتى في مسألة العلم. نعم. ثم فتح المسلمون معاهدهم ومدارسهم ومساجدهم لكل وارد لتلقى العلم الذي يريده دون النظر في دينه أو ثقافته أو جنسه، وطلب حكام المسلمين من حكام الدول غير المسلمين الكتب العلمية وترجموها ووضعوها بين أيدي الناس. نعم، في عصور الإسلام الزاهية كان هذا هو الحال، أن الحاكم المسلم يطلب من حكام الدول غير المسلمة الكتب، وهذا يترجم وهذا يترجم، وهذا يتبادل وهذا يتبادل، وهذا يبتعث وهذا يأتي. كان هذه الرحلة وهي باب من أبواب تحمل العلم في وقت من الأوقات، وهو موجود حتى الآن. هناك مبتعثين
من بلدان المسلمين إلى بلدان غير المسلمين، وهناك مبتعثين من بلدان غير المسلمين إلى بلدان المسلمين. فهذا التبادل المعرفي والتبادل العلمي مع الدول أمر أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لنا من أن لا نشك ولا نشكك في هذا الأمر الذي فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، الثامن والأخير. تعاون في كل ما هو خير للبشرية. أخذها، فاز بها عادي. جاء القرآن الكريم آمراً بالتعاون مع المخالفين في الدين بل والمحاربين. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا أمر، نصوص صريحة، كل هذه النصوص وغيرها من النصوص صريحة منه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. فإنه كل ما يخدم البشرية، كل ما يخدم الإنسانية أمر مطلوب، ولا يمكن أن نبتعد عن ذلك بحجة الاختلاف في الدين. بالعكس، الأديان كلها لابد أن نبحث فيها عما يجمعها ونخدم بها مجتمعاتنا كلها. وهذه الآية صريحة، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عندما دعا إلى حلف مهم، وهو حلف إيش؟ حلف الفضول. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ والله لا تدعوني قريش إلى خطة يعلمون بها حرمات الله وصلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، رواه البخاري وغيره. أقسم صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا تدعوني قريش، وهي قريش على اختلاف دينها، إلى خطة، إلى مرحلة، إلى معاهدة، إلى حلف، إلى اتفاق فيه تعظيم لحرمات الله وصلة للرحم إلا أعطيتهم إياها. إذن أي دعوة لأجل إحياء قيمة الإسلام أو قيمة من قيم الإسلام فيها صلة رحم، فيها منع الآن في العصر الحديث فيها منع للإرهاب، فيها منع للفتاوى التي تدعو إلى الإرهاب، فيها ما فيها من هذا الذي يمكن أن تسمعوه في كل يوم، إذا كان الداعي إليها حتى لو كان على غير دين الإسلام فلا مانع في ذلك كما بينه صلى الله عليه وسلم. هذا هو آخر ما يتعلق بالتعاملات مع الدول غير المسلمة. في أحد عنده أي سؤال في هذا الباب؟ تفضل سيدي. كيف يكون التسامح مع شخص اغتصب أرضي، سواء كان الشخص إذا مسلم أو إذا كان غير؟ موضوع اغتصاب الأرض هذا موضوع غير 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 مسالم. نحن نتكلم فقط عن موضوع الذين لم يخرجوكم من دياركم، الذين لم يقاتلوكم. ما عدا ذلك هذا الموضوع مختلف. ما عدا ذلك هنا لا يوجد تسامح، هنا يوجد إصرار ومطالبة على أن تعود الحقوق إلى أصحابها. لكن نحن نتكلم دائما في القيدين الموجودين في الآية: الذين لم يقاتلوكم والذين لم يخرجوكم. أما المغتصب هذا لا يدخل فيه التسامح أبدا. وذلك في الحديث: من قتل دون ماله، من قتل دون أرضه، من قتل دون عرضه، كل ذلك بينه صلى الله عليه وسلم. نعم، عنده أي سؤال؟ نعم تفضل. ما في فرق، لا فرق بين المحبة والمودة. أي كلام في هذا الباب كلام لغوي، أي كلام في هذا الباب كلام لغوي. المحبة والمودة والعشق والهيام كلها أمور لغوية. لكن أتكلم على الميل النفسي، الميل النفسي، أنا أميل إلى غير المسلم لأجل إحسانه، لأجل إكرامه، لأجل صنيعه، لكن لا أميل إليه لأجل دينه. وهذا الذي فعله، وهذا الذي تقدم معنا في كل الدروس. نعم، هذا تبادل التحاني مع أصحاب الديانات الأخرى في مناسباتهم الدينية، ألا يعتبر هذا محبة دينية؟ إحنا ما ذكرنا هذا في الدرس الأول، في أول الدرس ذكرناه ولا لا؟ قلنا لكم أنه التهاني لغير المسلمين في مناسباتهم العادية الشخصية أمر مقبول، في مناسباتهم الوطنية أمر مقبول، في مناسباتهم الدينية هذا لا تفعله. تمام؟ هذا لا تفعله، هذا ذكرناه بوضوح
في الدروس الثلاث الأيام التي مضت. نعم تفضل. كيف التوفيق بين الجهاد الإسلامي والتسامح؟ الموضوع ما هو متعلق بالجهاد، يعني الموضوع ليس متعلقا بالجهاد، ما تكلمنا في الجهاد. التسامح الجهاد تخالف الجهاد أمر مختلف عن موضوع التسامح. الجهاد ذروة سنام الإسلام، لا يمكن للإنسان المسلم أن ينفي الجهاد من الحديث الشريف ولا من القرآن الكريم، ولا يعني وجود الجهاد عدم وجود التسامح. حتى عندما يقر الجهاد لأسباب شرعية تحت إمرة الحاكم الشرعي، ويقر الجهاد للأسباب الشرعية التي يمكن أن يقر، أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بالتسامح في الجهاد. لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا كذا، لا تقتلوا كذا، كما بينه صلى الله عليه وسلم. فهذا موضوع مختلف، لكن ما يمكن أن ألغي الجهاد من التاريخ الإسلامي. لكن أنا أبحث عن ماذا؟ أنا أبحث عن الجهاد الإسلامي الشرعي الذي يكون تحت راية حاكم، والذي يكون تحت أسباب منطقية، ولا يكون الجهاد كل 5 أنفار 10 أنفار يقرر أن يجاهد في سبيل الله دون حاكم ودون ائتمار. هذا ليس جهاد، هذا إرهاب. لكن الجهاد الشرعي لا يمكن لأحد أن يلغيه من الشرع. آيات الجهاد واضحة وأحاديث الجهاد واضحة، لكن هل يوجد إحسان في الجهاد؟ طبعا يوجد إحسان في الجهاد، هذا بلا شك. فليس، لا تخلطوا بين هذا وبين ذاك. نعم تفضل. التسامح مع أهل البدع أم لا؟ وفي الحديث من وقر صاحب بدعة فقد أعان على عدم الإسلام. التسامح الذي نحن فيه ليتعلق بأهل البدع أم لا؟ أهل البدع إذا قررنا أنهم أهل بدع يمكن أن يكونوا في مرتبة أعلى أو أدنى من غير المسلمين. يعني عندنا مثلا إنسان مبتدع، هل هو مسلم أو غير مسلم؟ مسلم. طيب نحن في هذا الدرس وصلنا إلى قناعة بأن التعامل مع غير المسلم مطلوب أن يكون تحت راية التسامح، فما بالك مع التعامل مع المسلم؟ الإشكالية الكبرى عندنا أننا نحن جميعا نصنف بعضنا بعضا، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان إرهابي، فلان كذا، فلان كذا. وضاع المسلمون بين تصنيف بعضهم بعضا. لو عدنا إلى التسامح فيما بيننا لما كان الحال كما هو عليه الحال الآن، لكن ضعنا بين التصنيف، وضعنا بين أرميك بالبدعة وترميني بالبدعة وجعلنا الإسلام مجرد أنماط وطقوس أحكم عليك من خلال زيك، أحكم عليك من خلال لونك، أحكم عليك من خلال بلدك، أحكم عليك من خلال مذهبك. فضاع الناس بين ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور، لا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى الأشكال، وإنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى القلوب، والقلوب لا يعلم بها إلا خالقها سبحانه وتعالى. لكن ضاع الناس. وذلك عندما نقول مثلا أهل البدع، طيب ممتاز، من الذي يقرر أهل البدع؟ من الذي يقرر أن فلان مبتدع؟ من الذي يقرر أن فلان مبتدع؟ ونحن مطالبون أنه طعام أهل الكتاب حل لكم، فما بالك به. لكن سبحان الله، هذه الدورة التسامح مفروض أن تنهي من عقولنا هذه الأفكار يعني التي ينبغي لنا لا تستقر في أذهاننا. تفضل. في هذا العصر هل يجوز لنا أن نسجل أبناءنا في المدارس مسيحية أو نصرانية؟ إذا وجدت، إحنا دائما نقول إذا وجدت مدرسة مسلمة متميزة مرتبة درس أولادك فيها. إذا لم تجد إلا مدرسة مسيحية وكنت
مسافرا في الخارج ماذا تفعل؟ هل أعلمهم أو لا أعلمهم؟ ما هو الحل؟ الحل أن أعلمهم ثم آتي بمن يعلمهم في دارهم ما نقصهم في تلك المدرسة. لكن عندما تأتيني المفاضلة مثلا، المفاضلة ما هي؟ المفاضلة طبعا أعلمهم في مدرسة إسلامية، لكن أخشى أن لا تكون هناك مدرسة إسلامية، فما هو الحل؟ الحل إما أن أقوم بتعليمهم وأؤدي واجبي كأب، وآتي بمن يعلمهم القرآن، آتي بمن يعلمهم الحساب، آتي بمن يعلمهم كذا. أما أن أحرمهم من التعليم هذه إشكالية. نعم تفضل سيدي. شيخنا، حضور الجنائز، حضور الجنائز وتقبير الكفار المسالمين جائز أو لا؟ حضور الجنائز أو التشييع أو التعزية. شو في عندنا؟ في عندنا فرق دقيق، في عندنا فرق دقيق بين التعزية وشهود الجنازة وتقدير الجنازة، كل ذلك مختلف. ها؟ عندنا في فرق بين، فرق دقيق بين التعزية وشهود الجنازة وتقدير الجنازة. التعزية مطلوبة، تقدير الجنازة مطلوب، ولذلك لما مرت جنازة يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم قام وقال أليست نفس، لما استغرب الصحابة كيف تقوم يا رسول الله هذا يهودي مات، فقال أوليست نفس. إذن التعزية مطلوبة، تقدير النفس مطلوب. هناك خلاف في مسألة شهود الجنازة، يعني هل أذهب معه إلى القبر لأشيعه؟ وفي هذا الخلاف هناك فرق، هناك خلاف دقيق بين لو كانت مثلا هذه الجنازة أو هذا الميت مات في حي مسلم، تخيل مثلا في حي مسلم مات إنسان غير مسلم، فهل يجب علي أن أشيعه أو لا يجب علي أن أشيعه؟ قال العلماء يجب عليك أن تشيعه، لأنه ما عنده أقرباء، ما عنده أحد، وإكرامه أن تشيعه إلى مقبرته. لكن إذا كان هناك عزاء وشهود جنازة عامة فالعلماء اختلفوا في شهود الجنازة، تمام؟ لكن التقدير والتعزية لا خلاف فيه. عنده أي سؤال آخر؟ تفضل. أرجع لك شيخ جزاك الله خير. إذا كان جارك كافر فدعا لك بعزيمة مثلا، يعني هل تقبل يعني هذه العزومة ولا؟ قبل صلى الله عليه وسلم ذلك، وقبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. أنا أشك يعني الطعام الذي سواه، فإذا كنت أشك الطعام الذي سواه فدعا لك في هذا الطعام فكيف أقبل؟ إذا أردت أن تأكل فكل، اعتمادا على قول المولى سبحانه وتعالى طعام أهل الكتاب حل لكم، تمام؟ هذا الله أعطاك القاعدة، له خمر، له خنزير، له كذا، فأكله اعتمادا على هذه الآية لا شك أنه أكل حلال. نعم هات يا محمد، هات سؤال. بسم محمد ثم نعم تفضل. السلام عليكم. السلام شيخ. في غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم خل الأسرى يعلموا 10 من المسلمين، شو الرسول صلى الله عليه وسلم خل الأسرى يعلموا؟ شو خلى؟ شو المادة اللي خل؟ القراءة والكتابة. في مكة كان مزدهرا موضوع القراءة والكتابة، كانت قريش تعرف القراءة والكتابة، ولذلك كان نوع من الفداء أنه يعلم من هو غير متعلم من المسلمين القراءة والكتابة. فهذا كان منه صلى الله عليه وسلم ملمح لطيف في أن الأسرى ممكن أن يخدموا، مدام أنه سيخدمني يطلق سراحه بنفسه. فضل عم حسن آخر سؤال، عندك سؤال؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في بداية الإسلام، يعني الإسلام ما كانت يعني مثلا بالكثرة وكذا، ما كانوا منعا يعني. لا هذا ما كان في بداية الإسلام، بداية الإسلام ونهاية الإسلام وحتى الآن، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها هناك عهود ومواثيق تبرم وتجدد، هناك عهود ومواثيق تبرم وتجدد للمصلحة لكذا. فهذا الأمر أسسه صلى الله عليه وسلم ويجب علينا العمل من أجله. في أحد عنده أي سؤال ثاني؟ نعم قل، لأنه في أحد الإخوان أمس، الإخوة هنا سألني عن سؤال وما أعرف فين راح، كان عنده سؤال أمس واختفى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بالنسبة لطعام أهل الكتاب قلتم ممكن تأكل بدليل طعام أن أهل الكتاب حل لنا، وفي آية أخرى الله يقول لقد كفر الذين قالوا
إن الله هو المسيح أو عيسى بن مريم. وبعد هذه الآية هل الذين أقروا بألوهية عيسى أو بأن عيسى ابن لله والله يقول لم يلد ولم يولد، هل بعد كل هذه الدلائل يمكن لنا يمكننا أن نأكل من طعامه؟ اعتمادا على الآية وأن القرآن لا يمكن أن يأخذ الإنسان القرآن جزءا ويترك أجزاء أخرى، وهذا أيضا تكلمنا عنه في أول الأمر في أول الدروس، وقلنا لكم من المهام المطلوبة من طالب العلم أن يعرف كيف يجمع ما بين الآيات الشريفة. لا يمكن أن تأخذ آية وتترك آية، ولا يمكن أن تأخذ حديث وتترك حديث. الآية تنص على الفعل الذي هو الطعام، وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، إذن الطعام حلال طالما أنه أهل الكتاب طعامهم حلال بنص الآية، ولا دخول في تفصيلات أخرى. تمام؟ نعم، في أحد أمس سألني سؤال؟ نعم تفضل. الشيخ جزاكم الله الخير أفضل الجزاء. عندي هل ممكن حلال لحم الخنزير الذي نص عليه القرآن بحرامه توجيها بآية طعامكم طعامهم حل لكم؟ القرآن عندما هذه كذلك من جملة المطلوب من طالب العلم أن يأخذ القرآن جملة واحدة. الآية تنص على أن طعام أهل الكتاب حل، ولكن في الأحاديث وفي الآيات ما ينص على أن أكل الخنزير حرام، فما يمكن أن أخذ جزء وأترك جزء آخر. ما يمكن أن أخذ جزء وأترك جزء آخر. تقول لي مثلا يعني إلا إذا واحد مثلا اختلط عليه الأمر وقال الخنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية، ممكن يكون واحد ما يفهم ويقول خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية ويأكل حراما. نعم قول يا سيدي، نحن بنختم يا مولانا. الحمد لله. عم حسن ولا عم حسن يقول لكم ارجعوا إلى أهل الكتاب ستجدوا أن أهل الكتاب لا يأكلون الخنزير. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.